ليه وقفت حد زياد ضد إليسا؟ لأنه ظلم. كيف ظلم؟ ظلم جدا. أنا لما شفت المقابلة كتير انقهرت وتضايقت وزعلت. يعني أول شيء أنا وقفت حد أحمد، لأنه أحمد هو اللي يغتصب حقه. أحمد ماضي الشاعر، تحية لأحمد. طبعا أحمد ماضي شاعر له صولي وجولي وله اسمه، وما فيك تنكر نجاحاته مع كبار النجوم. سو مش هيك بس بتصير. وفنان بينسى الاسم، ما ناقصه. الفنان ما بينسى الفالي باركينج. إذا دفع 5000 ما بينسى. خد مني مال، ما بينسى حدا. فلما بينسى حدا ما بينسى إلا اللي بده ينساه، وما بيتذكر اللي بده يتذكره. فهيدي ما بتقطع علينا نحن. فارس، زياد عمل أغنية وباعها لهيدا الشخص بغض النظر إليسا. مش سيارة هي، انتبه يا كرم، ما لنا سيارة. مش أنا بعمل لك وكالة هلأ بالسيارة وتروح سجلتها ومبروكة صارت لك. لا، هيدي ملكية فكرية بتضل إلى أبد الآبدين. آمين. ملك زياد برجي وأحمد ماضي. اوكي، بغنيه حق. بالنسبة للكون كله سوا، الفنان اللي عم يغني هو عبارة عن آلة موسيقية بالغنية، مثله مثل أي آلة موسيقية، مثل البيانو، مثل الكمانجا، مثل أي شيء بقلب الغنية. هو مؤدي. هيدي الحقوق المتعارف عليها بالسسام. ولكن شركة روتانا، نحن من زمان 2004 اجتمع لك مؤلفين ملحنين لبنانيين، وكان عنا دعوة تعسف على تنازل روتانا، اللي هو يعتبر انه بياخذ لك حقوقك لمده 90 سنه. انا ما بمضي عليه هذا التنازل، اللي هي الكوبي رايتس. حقوق كوبي رايتس، ما فيك تاخذ لي حقوقي يا خي. انت شئت اما بيت، انا هاي الغنيه لما عملتها كنت بالحمام خي. انت وين كنت؟ انا كنت عم بعمل دوش وطلع معي هذا الكلام واللحن. انتوا وين كنتوا؟ باي حق بدك تشتري لي انه ملككم؟ ملككم الغنيه، ما بتملكوا شيء. انتوا عندكم هيدا الزمور زمر هالغنيه وخلصت. زمور هن ما بياخذوا الاغنيه منك. شو؟ ما بياخذوا الاغنيه. بضل ملكك يا فارس. انا اسمح، انا ارجع تصورها كليب وتعمل لها حق الطبيعي. الملحن والشاعر بحق له ينزلها. انا فيني اعطيك غنيه وبكره غنيه بصوتي، ما لك عندي شيء. هيدي انا موهبتي، انا عطائي، انا ذوقيا واخلاقيا وادبيا بلتزم اني انا ما غنيها. عرفت كيف؟ وانا ولا مره اعملها ولا بعملها. بس هيدا سؤالي، انت ما بتعملها لانه ذوقيا واخلاقيا ومهنيا. بس لما بدك تنكر حقي، لما بدك تغتصب حقي، بعمل بيا. يلي عمله زياد مع إليسا تصرف أخلاقي مهني ولا هو بس كرميل؟ كان جدا خلوق، وكان جدا صبور، وكان جدا محترم. أنا محله كنت فجرت الدنيا، كنت لميت التهين. أنا